السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد في فيديوهات قناة خالة بيتي. النهاردة يا جماعة هنعمل لكم البروك التركي المحشي بالجبن. معانا جبنة موتزاريلا، معانا جبنة بيضة، معانا بقدونس. دي إيه؟ دي الحشو. حطوا كده معانا البولة اهي، حطوا فيها الجبن. هنحط البقدونس، نخلطهم مع بعض كده. دي ايه الحشوة بتاعتي. هنستنى ايه، نخلط مع بعض كده الجبن كلها مع بعضيها كده بالشكل ده. خلصنا كده ايه الجبن، هنعمل المكونات السائلة. المكونات السائلة معانا يا جماعة 3 كوباية زيت ونص كوباية لبن وبيضتين وملح وفلفل. هنحط البيض الاول اهو، وهنحط الزيت، وهنحط اللبن، وهنحط الملح والفلفل. هنجيب المضرب بتاعنا، نخلي الخليط ايه اكلة هتعجبكم، هتبقى اكلة لذيذة وسهلة يعني، مكوناتها بسيطة. جبنا صينية يا جماعة ودهناها حتة الزبدة. طبعا احنا عجينة البروك هنعملها في فيديو تاني. احنا جايبين 500 جرام جلاش هنعمله بيه. طبعا اللي عنده عجينة بروك جاهزة برضو يتعمل بيها عادي. هنجيبه رقة رقة كده اهو بالشكل ده. هنجيبوا الخليط بتاعنا السائل بقى كله ورقة، ونعمله ايه نتهنوا عليه. هنجيب الرقة التانية برضو كده اهو بالشكل ده. خلاص السايب وضعه بالفرشة. هنحط الرقعة التانية والرقعة اللي هي حطينا الرقة اهي برضه. هنحط الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه، بالشكل ده عشان تبقى معانا اهي طرية. نجيب الرقة تانية. طبعا الكمية 500 جرام جلاش. طبعا هي بتتعمل ببريف،
ان شاء الله هنعمل لكم فيديو لعجينه البوريه، بس هي بتاخد وقت شويه، فايه احنا قلنا نعملها بجلاش المره دي. بقى نجيب الخليط اول، بالشكل ده نجيب الرقة بتاعتنا. تمام، طبعا اللي هتستعمله 6 طبقات تحت تبقى تستعمله فوق 6 طبقات بالتساوي. تمام، طبعا هي متقطعة معانا بس احنا بنحاول ايه نظبطوها. جبنا الخليط بتاعنا اهو زي ما هنحطوه بقى. هنفرده كده بالشكل ده يا جماعه اهو. هنفرده بالشكل ده كده يا جماعه اهو في كل الاماكن عشان ايه متبقاش فيه حته فاضيه ولا حته، كله يبقى فيه الحشو بالشكل ده. سهله وبسيطه وهتعجبك، جربها هتعجبك. هبقى بالشكل ده يا جماعة اهي كده. هنجيبه ايه طبقة بقى زي ما عملنا تحت، هنعمله طبقة حطينا الطبقة اهي كده برضه على ما نفهموها كده. احنا بنعمله معاكم خطوة بخطوة. الشكل ده هنجيب الطبقة الثانية برضو كده، هنا الطبقة دي برضو كده اهي بالسهل مكونات السائلة اللي احنا عاملينها. برضو هنجيب الطبقة التانية، هنطحنه ده برضو اهو هي حياة سهلة مش صعبة خالص يعني. هذه الطرف طبعا تانية هي بالشكل ده. أنا حطينا تحت 7 طبقات تحت، هنحط 7 طبقات فوق برضه بالتساوي. مكوناتها بسيطة ما خدش مننا وقت يعني. برضو بالشكل ده هي احنا بنعملها معاكم خطوة بخطوة عشان ايه تعرفوا كل حاجة عنها، تبقى سهلة يعني. بالظبط
جربوها تعجبكم يعني، حلوة وطعمها تبقى لذيذة يعني إن شاء الله. فهمي بقى كمان. انتوا نوع كده كل مكان كده، حطوا بقى تاني هنا. اخر واحدة معانا هي برضه، مش عايزين ايه اكتر. خلصت معانا هي، تعني ايه نجيب السكينة كده اللي هي السكينة دي، وناخد الحواف كده عشان ايه ما تتحرقش معانا، تبقى شكلها كويس اهو كده بالشكل ده. هنرش عليها سمسم وحبة البركة شوية كده، نقطعوها بقى عشان تبقى الدنيا سهلة معانا كده. حطوها في الفرن في درجة حرارة 180 من 20 دقيقة كده، ولو عايزة الشواية برضو ممكن نحطوها على الشواية شوية. تابعونا. لسه طالعة من الفرن معانا يا جماعة اهي صينية البوريك، تابعونا بقى نقطعها ونوريها. قطعناها معانا يا جماعة بالشكل ده، حاجة لذيذة جربوها هتعجبكم. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ليصلك كل جديد.